يقول: بعض المتاجر يمنحون زبائنهم بطاقات، وبكل شراء يجتمع فيه نقود، ثم تستطيع بعد ذلك أن تستعمل هذه البطاقة في شراء بعض البضائع، هل يجوز أن نستعمل هذه؟ لا لا تستعملها، هذا بيربطونك، يبونك تجي لمهم ولا تروح لغيرهم. وهذه النقود وش سبب أنهم يعطونك إياها؟ لأي حق يعطونك إياها إلا لأجل أن يربطوك بها؟ اتركها. نعم.